السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نوسة صاحبة قناة بيوتي باي نوسة. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم فيها عدة وصفات من خبز، مقبلات، سلطات وكل ما لذ وطاب. زوري قناتي طبخ وأفكار زوزو أي زوزو كويزين، ولن تحتاري ماذا ستحضرين لوجبة الإفطار. وأسعدي عائلتك بألذ المأكولات وأشهى الأطباق. رمضان كريم. السلام عليكم، أهلا حبيباتي، معكم قناة بيتي جنة بناتي. اللهم اجعل رمضان هذه السنة خاتمة كل أحزاننا وبداية أفراحنا. اللهم بلغنا رمضان وأنر قلوبنا بالقرآن. رمضان كريم إلى كل الشعب الجزائري، إلى كل المسلمين، إلى كل العرب. إن شاء الله يدخل علينا بالصحة ولهنا إن شاء الله يا رب. وشكرا حبيباتي، إلى اللقاء. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. رحمتك يا أرحم الراحمين، أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. تقبلوا تحياتي أنا هنا من قناة سلطانة في بيتي. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم في قناة شيوات أم آدم الجزائرية. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أقدم لكم أهلا أحلى تهاني لحبيباتي الغاليات على قلبي. قلكم رمضانكم كريم، كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة. كل عام وأنتم بألف ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مريم من قناة وصفات مريم الجزائرية. يسرني ويسعدني أن أتقدم لكم بخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أعاده الله عليكم عواما مديدة وعلى الأمة الإسلامية. تقبل الله طاعاتكم، كل عام وأنتم إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق. تحياتي للجميع والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم اسماء من قناه Everything with اسماء. انا اسماء جزائريه، عندي قناه تخص كل شيء للمراه، من طبخ من تدابير الى غير ذلك. ان شاء الله تعجبكم قناتي. اغتنم هذه الفرصه انا وكل صديقاتي اليوتيوبرز الجزائريات لنقول لكم يعني كلنا رمضان كريم. اهديكم عطر الورد والوانه، وارسل جوابا انتم عنوانه، واهنيكم بقدوم رمضان وايامه. اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا يا الله على الصيام والقيام وقراءة القرآن، وإن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والهناء والعافية، وإن شاء الله ينعاد عليكم كل سنة، وكل سنة بأنتم بألف خير وطيبين. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة مريم مريومة تهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك. أهله الله علينا باليمن والإيمان، وتقبل منكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا البنات في مطبخ مروة الجزائرية. اليوم ما جبنا لا أطباق ولا وصفات، اليوم جبت جيت نوصيكم على رمضان. يعني مش محتاج توصية، يعني رمضان راه يجي خطرة في السنة يمحي الذنوب. يعني ما تنساوش قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يعني نتمنى يا ربي يعفو عنا جميعا، ما كاش اللي ما عندوش أخطاء وما كاش اللي ما عندوش ذنوب. نتمنى يا ربي في هذا رمضان نخرجوا كامل يعني ممحيين الذنوب. استغلوه واستغفروا وصلوا، ويا ربي تقبل منا رمضان احنا وانتم اجمعين يا رب، امين. السلام عليكم. السلام عليكم البنات، جمعنا بعض القنوات الجزائرية باش نهنئوكم بشهر رمضان الكريم. أنا الجزائريه أم سامية، نقدم أطباق وأكلات نتاع رمضان، مفاجآت راح تشوفوهم معايا إن شاء الله. هادو بعض الصور من طبخاتي اللي نزلتهم، وكاين اللي مازال ما نزلتهمش. نتمنى يعجبوكم وتزوروا قناتي، تلقاوها لتحت في الرابط أسفل الفيديو. وصحة رمضانكم إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والهنا وتبقوا على خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. معكم قناة فلوغ نادية، واللي ما يعرفش هذه القناة واللي يشوفها كذلك لأول مرة نقولوا هي قناة متنوعة في جميع المجالات، سواء الطبخ، التنظيم، أفكار، تدابير، نصائح وإرشادات، دي فلوغ وإلى آخر، يعني قناة فور إيفريثينغ. واللي نتمنى إن شاء الله أنكم تزوروها وتدعموها. وفي هذه المناسبة، وهي مناسبة شهر رمضان الكريم، أتقدم لكم بهذه التهنئة أو الدعاء، لعل الله يستجيب لنا ولكم إن شاء الله. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا إن شاء الله. رمضان كريم، وكل سنة وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. رمضان كريم لكم جميعا. وصفت نانو راهي معكم اليوم إن شاء الله، وراهي تقولكم تابعوني في شهر رمضان الكريم إن شاء الله، فيها وصفات إن شاء الله تعجبكم. نخليكم على قناة تاعي تتبعوها، وما عليا غير نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم حبيباتي، أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير. رمضان كريم إن شاء الله تصوموا بالصحة والهنا أنتم وأزواجكم وأطفالكم إن شاء الله، وتستمتعوا معنا بأحلى الأطباق. وبلا ما نكثر عليكم، هذه لمحة من أطباقي رمضانية، أتمنى إن شاء الله تعجبكم وتستمتعوا. رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة حلول شهر الخير، شهر رمضان، أتمنى للجميع رمضان كريم أحله الله علينا باليمن والبركات والرحمة. أختكم فاطمة من قناة أم إشراق تتمنى لكم رمضان كريم، وأتمنى أن يعجبكم كل ما أقدمه، مع خالص أمنياتي وحبي واحترامي للجميع. أحبكم في الله، أختكم فاطمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. السلام عليكم أخواتي، هذه قناتي، قناة الشيف جمانة، تحتوي على وصفات وأفكار حلوة سهلة وسريعة، هدفها تعليمي محض، مختلفة متنوعة. زوروني أخواتي واشتركوا معي حبيباتي، ودعموني باللايك. صحة رمضانكم حبوباتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. معكم أختكم أم ميمي من قناة صيفية أم ميمي. بمناسبة حلول شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. أدعوكم لزيارة قناتي بالاشتراك بها إن أعجبكم محتواها. إن شاء الله تجدون كل الوصفات المحببة، منها الاقتصادية والسهلة. وإلى اللقاء، خالص تحياتي لكم، أحبكم أخواتي في الله. سلام البنات، رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير. معكم أم أمجد من قناة الطبخ مع أم أمجد. بمناسبة الشهر الكريم حبيت نهنيكم وقول لكم كل عام وانتم بألف خير، وراح نغتنم الفرصة باش نعرفكم على قناتي، قناة الطبخ مع أم أمجد. زوروا قناتي، راح تلقاو وصفات عديدة اقتصادية ورائعة، منها مالح وحلو توالم الشهر الكريم، وحتى الوصفات اليومية العادية نتاوعنا. ببقى لي نقول لكم رمضان كريم، وزوروا قناتي وعواشركم مبروكة، وكل عام وانتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة شهر رمضان، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، وأعنا فيه على الصيام والقيام والقرآن. أنا أم ريماس من قناة أنا وطفلي. قناتي تهتم بكل ما يخص الأطفال من وصفات صحية، نصائح، تدابير،
حتى وصفات علاجية للأطفال. نتمنى من ربي سبحانه وتعالى باش يدعموني جميع الأمهات ويزوروا قناتي ويشجعوني، وهكذا يعني باش تعم الفائدة على الجميع. نقولكم رمضان مبارك وإن شاء الله صيام مقبول وذنب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة شهر رمضان حبيت نحيي كامل الأمة المسلمة ونهنئها بهذا الشهر الكريم، باش نقولكم رمضان كريم وإن شاء الله تصوموا بصحة وعافية إن شاء الله. فقط حبيت نعرفكم بنفسي، أنا يا صبر من قناة ست الحبايب، قناتي قناة بسيطة فيها فيديوهات تهم كل سيدة، فيها فقط نوع من الوصفات، فيها أيضا فيها شوية فيديوهات البريكولاج إن شاء الله يا ربي يعجبكم. وفقط بهذه المناسبة ثانية حبيت نهني كامل صديقاتي اليوتيوبرز، نقول لهم رمضان كريم وعواشركم مبروكة إن شاء الله، وإن شاء الله كامل تصوموا بالصحة والهنا. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.